هذا الاحتفال والحضور ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعتبر اليوم نحتفلوا بمحنة الملاحم في عفا المغرب وهي ملحمة الاستقلال. طبعا الحال كتجي بعد ايام قليله من ملحمات اخرى هي الملحمة ديال الاحتفال بعد مسيره اخرى. اليوم هاد الانسجام اللي كاين بين هاد جوج ديال المحطات كيبين المقاومه ديال المغرب، المقاومه ديال الشعب المغربي من اجل استرجاع الاستقلال ديالو، واللي كان نتيجه ديال تلاحم بين ارادتين، اراده شعبيه واراده ملكيه. مره اخرى كتاكد هذيك الملحمه كتاكد هذاك التلاحم فيما يتعلق بالمسيره الخضراء، واللي فعلا لف من حيث الحصول على الاستقلال كانت هناك مقاومه شعبيه بتقطير وبتدبير وتسيير من طرف الملكيه. مره اخرى حتى بالنسبه للمسيره الخضراء كانت هناك مسيره سلميه من ابداع المغفور له الحسن الثاني واللي نفذها الشعب المغربي، اكثر من 350 الف مغربي اللي كانوا رحلوا ومشوا توجهوا الى الاقاليم الجنوبيه واسترجعوهم بكيفيه سلميه حاملين فقط الاعلام والقران. مرة أخرى اليوم هذه محطة كنستحضروا فيها هذه الملاحم، وحنا كمنتخبين ديال مدينة الدار البيضاء كنأكدوا مرة أخرى بهذه المناسبة تشبهنا وتعلقنا باستقلال المغرب تحت التوجيهات ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.